صباح الخير يا هايدي. يسعد صباحك يا رشا. كيفك؟ تمام وانتي كيفك؟ منيحة. كيف كانت عطلة العيد؟ الحمد لله منيحة وانتي؟ ماشي الحال يعني لله. ها شوي خلينا نقول الأجواء ما كانت كتير مساعدة. هلا حتى بالنسبة احنا مثل ما اتفقنا بأول يوم إنه هذا العيد فرحته أكثر شيء للأطفال يعني أكيد. كانت إن شاء الله هذا العيد يكون خير مرة على الجميع. صباح الخير لكم مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتم رافقينا بهذا الصباح. تمنياتنا لكم ببداية هذا الأسبوع بكل الخير الصحة والسلامة دائما منقول الرزق الكريم وجبران الخاطر. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعادة ضيوفنا من مجالات مختلفة وأكيد بدي أرجع لكم إن شاء الله قضيتوا عطلة هالعيد مع كل شيء حدا بتحبوه بحياتكم وإن شاء الله يا رب هيك يكون فسحة جديدة لأرواحنا ولكل حدا بحياتنا وأكيد تنعاد على الجميع بالخير والصحة والسلامة. أكيد بدنا نصبحك المشاهدية الأخبارية السورية. يسعد صباحكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. أكيد بداية نهار جديد وأسبوع جديد وأكيد أمنياتنا وحدة يا رب يومكم وأيامكم الجاية بتحملكم كل الخير والصحة والرزق وراحة البال وكل الشغلات اللي بتتمنوها. أكيد نحن بنترافق معكم لمدة ساعة ونص من الوقت إن شاء الله يا رب نكون خفاف على قلوبكم ونقدم لكم دائما المعلومات اللي بتهمكم بحياتكم. ولكن مشاهدينا مثل العادة خلونا نطلع فاصل صغير ونبلش مشوارنا الصباحي لليوم. على ذكر النسمات هايدي بلشنا هيك نشعر ارتفاع درجات الحرارة نسمات الربيع الحلو اليوم. صحيح. أكيد اليوم حيكون معنا وقفة مع المتنبي الجوي لنعرف أكثر عن طقسنا. وخلونا قبل ما نروح لأولى ضيوفنا خلونا نروح لذاكرة الأيام وأهم التواريخ يلي حفظتها الذاكرة ضمن التقرير التالي. اليوم 13 نيسان بمثل هاليوم أحداث كتير مرت وشكلت بتتالية حكاية اليوم. قراءة سريعة لذاكرتنا. بعام 1941 توقيع اتفاقية الحياد بين الاتحاد السوفيتي واليابان في موسكو. بعام 1975 وقوع حادثة عين الرمانة واللي شكلت نقطة البداية للحرب الأهلية اللبنانية. بعام 1990 ناميبيا تنضم إلى منظمة الوحدة الأفريقية. ومثل هاليوم من العام 2013 ظهور أول إصابة بفيروس الإنفلونزا H7 في العالم في بكين. ومن أبرز الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1906 سامويل بيكيت كاتب أيرلندي حصل على جائزة نوبل بالأدب عام 1969. أما أبرز الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 1997 مصطفى أمين صحفي مصري. وبعام 2015 غونتر غراس أديب ألماني حائز على جائزة نوبل للأدب. وأكيد مشاهدينا من روز نعمة التاريخ خلينا ننتقل مباشرة لفقرة هل تعلم ومجموعة من المعلومات المنوعة والغريبة اللي عم تكون موجودة اليوم ضمن صباحنا وضمن كل صباحاتنا. خلونا نتعرف سوا على هي المعلومات ونرجع لنستقبل أولى ضيوفنا لليوم. هل تعلم أن التفاؤل يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وبنسبة 30%؟ وهل تعلم أيضاً أن مسامحتك للآخرين تجعل عقلك أكثر صفاءً؟ وهل تعلم أن طول لسان الزرافة يصل إلى نصف متر تقريباً؟ وأخيراً هل تعلم أن شعورك الدائم عند خروجك بأنك نسيت غرضاً لكنك تجهل ما هو غالباً هو علامة من علامات الاكتئاب؟ وأولى فقراتنا لليوم حتكون موجهة لطلابنا بالشهادة الأساسية والثانوية. هاي المرحلة جدا حساسة بحياة كل شاب وصبي ونحن مثل ما بنقول بلش العد التنازلي للفحص النهائي وعند الامتحان يا هادي شو يكرم المرء
أو يوهان. اليوم كرمال طلابنا كلهم هيك يحصلوا نتائج جدا حلوة تليق فيهم وبتعب أهاليهم اللي هو التعب الأكبر بحياة كل حدا فينا، مفروض يكون في أساسات نقدر نستغل هذا الوقت، نقدر نركز بالشكل الصحيح وننظم أهم شيء الوقت. نحن ما ضل عنا هذا الوقت الكتير كبير بحياتنا لحتى نبلش بأول مادة بالامتحان، لذلك كل دقيقة اليوم هي محسوبة علينا يا هايدي. أكيد دارش، هيك اليوم نتمنى كل التوفيق والنجاح لطلابنا بالتحضير لامتحاناتهم، خصوصا أنه الامتحانات على الأبواب اليوم. كيف ممكن نهيئ طلابنا نفسيا ومعنويا للامتحانات، وكيف ممكن يكونوا عم يحضروا لامتحاناتهم؟ كيف الدراسة، طبيعة الدراسة إن كانت المواد حفظية أو علمية، شو هي المشاكل يلي عم يواجهوها اليوم الطلاب، خصوصا أنه إحنا كنا بشهر رمضان يمكن اليوم خف التركيز والدراسة عن طلابنا، ولكن اليوم كيف ممكن يدرسوا بطريقة صحيحة لحتى يمكن يطلعوا بنتائج مرضية لهم؟ أكيد استفسارات كثيرة رح تخبرنا عنهم ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، الأستاذة رائدة باكر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. سعد صباحك، رمضان كريم، كل عام تبقى ألف خير. صباح الخير، رمضان كريم عليكم أعزائي الطلاب، إن شاء الله يا رب هيك تكون كل أيامكم تفاؤل، وتكونوا أخذتوا هيك شوية رياحة ونقاء واسترخاء، وتكونوا هيك عدتوا عملية إعادة النشاط حاجة. بعد العطلة اليوم هدول الطلاب طلعوا من هاي العطلة وبحاجة، ما ضل وقت إحنا من الآخر، يعني لو كيف قادرين نحن نستغل هاي هذا الوقت وبعد هاي العطلة نبلش نعيد بإعادة المنهاج كله؟ أكيد بالبداية خليني أقول شو معنات إني أنا بامتحان. هلا بتبلش الاتصالات، آسرة إذا ما ضل معنا وقت، آسرة إذا نحن نسينا اللي أخذنا، آسرة إذا نحن عايشين بتوتر، ما عاد ضل معنا وقت، كأنه مخنا فاضي، حتى الأهل بيصير عندهم توتر ويا لطيف، وكأنه الدنيا قامت وكأنه حرب عالمية. فنحن اليوم خلينا نشوف شو هذا القلق الامتحاني، خلينا نعرفه. القلق الامتحاني بسهولة هو عملية إني أنا بحط توقعات سلبية لحالي، إني أنا ما رح لحق، ما رح أحفظ، ما رح يكون عندي نتائج إيجابية، خلص علي الوقت. طبعا هذا كلياته بيؤدي إلى مشاعر سلبية بتعمل أحباط للطالب وأحباط للأهل. فلذلك خلينا نعرف بالبدايات شو أسباب هالأرق أو هالتوتر الامتحاني اللي هلق أغلب الطلاب موجودين فيها، حتى نعرف الحل. فوقت نحن بنعرف المشكلة رح نعرف الحل أكيد. رح نقول عدة أسباب بتعود للطالب وأسباب بتعود للأهل، مو كله على الطالب ولا كله على الأهل. أول شيء قلة ثقة الطالب بنفسه، أنا خلص الوقت، ما عاد عندي وقت، ما عاد عندي قدرة، ما عاد لحق، ما 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 من هالكلام اللي هو بيعطيه إحباط وصورة سلبية عن ذاته أنه خلص فشل. غير هيك أنه خايف، خايف بكرة أنا رسبت أهلي رح يقولوا هيك، وأهلي رح يعملوا وهيك، وحطينا لك وسوينا لك وبعتناك الدروس وحطيناك وفشلت. دائما هذا الخوف والستريس اللي هن بيعيشوا الاهل فيه. غير هو انه نفسيا ما عنده هدف، ما عنده رغبه، ما عندي رغبه مليت، يعني شو بده يجيني من الدراسه؟ وهي الاشياء اللي دائما الطلاب بحطوا لك اعذار، يلا الوقت ما راح يكفيني، بكره راح تطلع الاسئله صعبه، بكره كذا وكذا وكذا، من هي الامور ومن هي الاحباطات يلي دائما نحن مزرعه بعقليه الطالب. هلأ بيرجي للأهل، الأهل كمان لهم دور كبير بسبب قلق الامتحاني. ما ضل وقت معك، ليك ابن الجيران عم يقرأ، ليك ابن فلان عم يقرأ، وبيعملوا مقارنات ويعملوا أحباطات لهذا الطالب. يعني يتركوا هذا الطالب، ما عاد تقولوا أخوك طلع منيح وابن جيران، تركوا لا تعملوا ضغوطات. وهي المشاكل الأسرية والاجتماعية يلي دائما الطالب عم ينحط فيها كمان عم تعمل له توتر، عم تعمل له توتر داخلي، عم بتخليه بتشتت، عم بتخليه بفوضى، عم بتخليه ما يركز. واذا ما ركز هو كيف بده ينجح بالنهايه؟ الظروف الاقتصاديه الاجتماعيه يلي بده يدرس بده يدرس، هي انا ما بعتبرها مشكله، وبيضل ياجل ويماطل، يلا اليوم بده يحط برنامج، اليوم بده، كلها بتعمل توتر، ما بحس غير الوقت انتهى منه. فكتير نحن لازم نتدارك هي نحن نتعاون مع الولد، ما نحطه بهالظروف هي وما نحطه به التوتر الموجود فيه. يعني ذكرتي معلومات كتير مهمة، ويمكن أكيد عم تصير اليوم بكل بيت اليوم أكيد. عندهم طلاب عندهم شهادات، وتحديدا يمكن موضوع المقارنات هذا الشيء عم بيأثر بشكل كتير سلبي على الطالب. تماما. طيب أستاذة رائدة، خلينا نتوسع أكثر ونحكي نفصل اليوم المواد الحفظية. كلنا نعرف اليوم قد هي بحاجة لوقت، بحاجة لدراسة، بحاجة لتعب كتير كبير كرمال يمكن تركز المعلومات. اليوم عنا معلومات ضخمة، عنا كتب، خلينا نوضح اليوم
اليوم، شو هي الطريقة الصحيحة اليوم للطلاب لحتى يحفظوا هي المواد ويتركز المعلومات عندهم؟ إيه طبعاً قبل ما أنا أركز على المعلومة وأحفظ المعلومة لازم أعمل بيئة داخلية نقية، أعمل صفاء ذهني قبل ما أروح أحفظ وقبل ما أفهم. إذا ما كان عندي نقاء وعندي صفاء ذهني وما في تشوش وما في هاي الأفكار السلبية وأنا يكون عندي شغف وعندي رغبة وعندي هدف، مهما عملت ما رح أطلع بنتيجة. بدي أنا كون بهدوء وبسلام وكون حب حالي وأعرف نقاط ضعفي ونقاط قوتي وسلبياتي وإيجابياتي، شو اللي عم بيخليني أنا ضعيف ما عم بقدر أحفظ وما عم بيخليني أفهم. وقت بعرف هاي السلبيات بحاول عالجها والإيجابيات بحاول عززها. هون عاد بيلعب دور البيئة المكانية. أنا بدي قبل ما أحفظ بدي يكون مهيئ الظروف والمكان والاستعداد النفسي والاستعداد الروحي والذهني، أعمل مكان وجو خاص بعيد عن كل المشتتات وكل الأشياء اللي بتخليني أنا ما أقدر أحفظ. فلذلك أول شيء لازم أكون فيه هو أنا جزئ المادة، حط إدارة منظمة أو جدول زمني متسلسل وكامل لكل المواد، جدوله، حط خطة زمنية بما يعادل الوقت. على الأقل أنا أقدر أعيد هذا البرنامج مرة واثنين وثلاثة، لأن الحفظ اقرأ افهم كرر استمر، بعيدا عن البصم كمان. ما في، إذا قريت وفهمت بقدر بحفظ، لأنه من مفاتيح الحفظ هو الفهم. لأني أنا عم بحفظ مادة كبيرة، ما عم بحفظ ورقة أو تنتين أو ثلاثة، أنا عم بحفظ مادة. خليني ريح الطالب من آخره، لا تفكر أنه التربية أو نحن الامتحانات هي غول، لا، صدقني تماما وارتاح. هو صفر خلينا نقول لمستقبل، وارتاح. التربية رح تحط بما يتناسب. أصلا شو الامتحان؟ هو قياس وتقييم لجهدك وثبرك وليس ذكاء. الذكي مو دائما ناجح، لكن الناجح هو اللي بحط وبيثابر وبيصبر حتى يوصل لهدفه. فأنت فاقرأ أول شيء، حط خطة كاملة لوقتك، اقرأ افهم احفظ استمر وتابع وكرر هذا الحفظ على مدارات كتيرة. أنا بقول لهم سر التفوق الدراسي هو التكرار، لأنه أنا عندي ذاكرة طويلة المدى. إذا أنت ما كررت المادة اللي عم تاخدها بعد ما أخذتها بربع ساعة، بعد ساعة، بعد 12 ساعة، بعد يوم، بعد شهرين، ليش اللي احنا عنا امتحانات؟ مشان الطالب يقدر يحفظ ويوصل للذاكرة طويلة المدى وهو حافظ ومكرر هاي المعلومة. لا تقلي طالب بينجح خلال شهر، أنا ما بصدق هذا الكلام. بيقولوا لك والله نحن شرفنا، لا، الطالب اللي بيجيب علامة صدقوني بيكون منظم من أول يوم. نعم، لأنه الذاكرة بدها وقت لحتى تحفظ وتثبت فيها المعلومة. فإذا من أول ومن أهم الأولويات حتى أنا كون ناجح وفعلا بطريقة الحفظ، سلسل وجزئ هاي المادة وابدأ بالمادة اللي أنا بحبها عشان يصير عندي ردة فعل ويكون عندي ثقة بنفسي أني أنا قادر تابع هاي المادة مهما كنت حافظتها ومهما كانت صعبة. حط الكتاب قدامك، لا تفكر هذا الكتاب قول أنت، ما تفكر فيه انه انا بس بدي اعمل فيه امتحان وخلص. يا اما بنلاقي كثير طلاب بخلصوا الماده بشلخوها. هذا الكتاب اللي فيه ماده، ليه حط المؤلف شو بدي فيه؟ اعشقه، حبه، لانه بده يوصلك لهدفك، بده يوصلك لطموحك، وبالنهايه هو الاساس في العمليه الحفظيه الكتاب اللي قدامك. طيب انسي رائده، اليوم بشوف طلاب كثير بلجأوا للملخصات، بيقولوا انا باخذ الزبده من القصه كلها، ما في داعي انا بلش من الجلده للجلده، ويمكن مرقنا نحن في هاي القصه كنا نستخدمهم يعني. ولكن من خلال تجربتك ومن خلال تعاملك القريب مع الطلاب، هل بتشوفي اليوم هذا الشيء صح؟ ايمت صح الطالب يلجا لهذا الملخص ايمت لا؟ تمام، سؤال كثير رائع. ابني وبنتي الكريمه، الملخص من هون وكتاب من هون ونوطة من هون بيعمل خربطة بالمعلومات وبيعمل تشتت وبيعمل تضييع وقت. اعتمدي على شغلة واحدة، يعني بيجي لأقرأ بدي أقرأ من هذا الملخص، لا هذا الأستاذ أفضل، لا، بيضيعوا الطالب. روح المعلومة القصيرة، نحن كنا هيك إنه تختصر. لا تمام، هي فيكي قبل الامتحان بيوم معك، بس خلال شهر الانقطاع علق ما تحطي هالنوطات، وبالأخير بيطلع الطالب ما بعرف أي نوطة بده يشتغل، لأنه كل مدرس له طريقه. لا، الكتاب هو الأساس،
صدقوني تماما الكتاب هو الاساس. اعملي انت نوطه لحالك بدل ما تجيبي النوطه، انا بعمل نوطه خاصه فيني، بقرا هذا الكتاب مثل ما بقولوا الفهرسي، فوتي على الفهرس شوفي شوفي شو المحتويات، شوفي انت اعملي كتابك الخاص فيكي انت، ما تخلي اي اوكي في ملخصات بتساعدك لكن فوق الكتاب. انا هذا خلال خبرتي هو الضروري بالنسبه لاي طالب سواء كان حر او كان نظامي. تمام، طيب اليوم خلينا نوضح اكثر برايك اليوم ايه افضل، الدراسه الجماعيه ام الدراسه يكون الواحد لحاله، خصوصا يمكن الطلاب بتلاقيهم بفتره المراجعات احيانا نسبه منهم بتلاقيهم بيلجؤوا للدراسه ان كان مع اساتذتهم اليوم او حدا من رفقاتهم، شو الطريقه الصحيحه اليوم لحتى يدرسوا الطلاب؟ هلا هي حاله ذوقيه، انا بالنسبه لي العقل بحب التنافس، العقل البشري قليله فيه تنافس، فيه مناقشة جماعية بحب، وفي طلاب بتقلك أنا بحب لا أدرس لحالي، لكن صحيح. حلوة المناقشة الجماعية خصوصا إذا كنت عم تدرسي مادة علمية، أنا بعطيكي حل وأنت بتعطيني حل وكذا، أنا كتير بنبسط، بصير روح المنافسة حلوة بتصير حافز، بس ما فيني أخذها مقياس أساسي، لكن هي فيني أخذها من ضمن الأشياء المهمة يلي هي من ضمن التقنيات يلي بتخلي الطالب يدرس ويتحفز. أكيد. طيب خلينا نروح للطلاب غير النظاميين، يعني مو بالمدارس، للأحرار أعمارهم تكون أكبر، يعني يمكن هدول عندهم مشاكل أكثر من سبب الانقطاع، سبب تغير المنهاج، نحن عم نحكي عن منهاج حديث اختلف عن الأيام الماضية، يعني اليوم هدول شو أهم الأساسات كمان مفروض يتبعوها قبل ما يبلشوا امتحانهم؟ هلا هدول الطلاب نحن كتير عم نعمل لهم عملية اختبار معلومات قبل ما يدخلوا على الشهادات، نعم. وهي كتير عم بتساعدهم، عم نقيس ونقيم آدائهم. هدول الطلاب بقول لهم هلا أنا بالنسبة لي ما بقول هذا طالب نظامي أو طالب عام، لأنه الطالب طالب، الطالب اللي حاطط هدفه سواء كان تارك المدرسة ولا ما تارك المدرسة رح يتبع لمهارات ورح يتبع لدورات ورح يتبع لأساتذة محددين يساعدوه بهذا المنهج. فحتى لو أنا اللي عنده هدف بحياته ما بيوقفه شيء، طالما عندك رغبة يا ابني، طالما عندك شغف وعندك مثابرة ما في نجاح من دون تعب. نعم. حتى لو انت منقطع تابع مع المدرس، خذ من هون شيل من هون، وعنيت كل شيء موجود، حتى يعني انا ما فيني بس بعتمد انا 10% على المدرس و 90% على الطالب، صدقوني قد ما اعطاك المدرس الاعتمادية والمسؤولية تقع عليك انت. فما تحطي أعذار، والله كتير بيجيني طلاب وأنا مدرسة رياضيات، يعني الأستاذ ما فهمني، يعني الأستاذ ما أعطاني، ليش ابني أنت صعب توقف تقول له أنا ما فهمت، صعب أنت ترجع لنفسك وتحل مرة وتنتين ما تحط لي أعذار، يعني ما فهمنا، يعني عيط علينا، عملنا إرهاب، هي المادة بتخوف. أنا بالنسبة لي لأني عم بعاني منها، فأنا بهيك حالة بشوف نمط الطالب التمثيلي في بصري وسماعي، بيجي انا كل طالب بعطيه بالطريقه اللي هو بحبها، صدقوني عم بلاقي كثير في فرق. تمام، اليوم يمكن كمان خلينا نحكي عن نقطه نحن دائما بنشوفها خلال شهر المراجعه، قد ايه مهم نحن اليوم نبعد عن رفاق السوق، لما نقول رفاق السوق تلاقي كثير من يعني الطلاب بيحكوا مع بعضهم انا ما درست، انا ماني ملحق، انا دائما متوتر، انا جبت كمان، اذا فينا نرجع لقصه الملخصات، هدول الامور اليوم قد ايه فعلا بتاثر على الطلاب وممكن يعني فعلا تأثر على تحصيلهم الدراسي ويتأثروا برفقاتهم؟ أكيد 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 عدوى. صحيح. هذا ما درس والله رهبة الامتحان، بيقولوا له أنا ما درست وجبت، يصدق هو، أو طالب بيقول لك يعني أنا نسيت شو هلق ليلة الامتحان بدي أتذكر، يا أمي العقل أو المخ ما بيميز بين الحقيقة، وأنت بتقول له هيك بصدقك، فأنت شو ما بيقول أكيد رح تتأثر، أنت بتحس إنه الوقت انتهى وإنه هذا الطالب يعني شو بده يعمل، ما درس، يعني أسوأ الأمور شو، أنا بقول للطلاب أسوأ الأمور أنت رسبت. طيب شو يعني ممكن يصير، يعني بعمل أنا جلطة عقلية بقعد هيك بستنى لحتى أموت أو اكتئب؟ لا ابني بعلمه انه معلش فشل اول مره وثاني مره وثالث مره، لكن مو نهايه العالم، تجارب، يعني الحياه تجارب، نحن اصلا حياتنا كلها امتحانات، يعني نحن امتحان لامتحان، مو معناتها انا اذا فشلت بالامتحان او رفيقي فشل بالامتحان معناتها نهايه العالم وروح اكتئب واعمل حاله طوارئ بالبيت والاهل والام بيغط على قلبها والاب ليه؟ علموه هو يتعلم من تجاربه، من الحياه فرص.
طيب خلينا هيك بالوقت اللي تبقى مع حضرتك، اليوم نحكي نصائح للأهل، نحكي نصائح للطلاب، كيف اليوم قادرين أن هم يجهزوا حالهم بشكل صحيح ويتوفر البيئة اللازمة لهذا الطالب؟ كتير رائع، أنه إن شاء الله يا رب يكون الكل عم يسمعني، تفائلوا إن شاء الله، ابتسموا، خلوا عنكم أمل، لا تخلقوا أعذار. نصائح إلي للكل، حطي جدول زمني، مو شرط الجدول الزمني اللي أنا حطيته نفسه لرفيقي، اقرأي، احفظي، لخصي، حطي هدف وطموح، لا تخلي الصعوبات ولا العقبات تكون حاجز بينك وبين هدفك. جميع الظروف ما بتوقف حد إنسان عنده هدف بحياته. غير هاي الصورة السلبية، غير هاي القناعات السلبية، زرع محلها قناعات إيجابية، تخيل نجاحك، تخيل قديش أنت فرحان، قديش أنت بكرة بالمستقبل راح تكون سعيد، تخيل الحدث قبل ما يصير، ستكوني خصوصا قبل النوم، خصوصا الطلاب هلا كلياتهم بحالة يعني اليوم. يعني الامتحان صحيح. كلمة يعني ابني نام، استرخي، عمل تأمل، تنفس، طلع على الطبيعة. هلا إياك نضغط عليه الأهل، طبطب على ابنك، حبه، مو تقول له لا إذا ما جبت يا ويلك وتعنفه. هدي روق عليه، هو في ضغوطات، أنت أمن له البيئة والجو والمكان والحب والابتسامة والتفاؤل، وعلمه أنه الفشل مو هو نهاية العالم. أعطيه هي المحبة، أعطيه هي الهدوء، أعطيه هذا الاستعداد النفسي. أكيد. ودير بالك عليه، لأنه هون أبناء المجتمع، هن رح يطولوا لنا مجتمعنا، ويا رب التوفيق للجميع. يا رب، أكيد يا رب التوفيق لكل طلابنا، الله ما يضيع تعب حدا. بدنا نشكرك كثير الأستاذة رائدة باكر، مدربة المهارات، نورتينا، أهلا وسهلا. شكرا أستاذة لحضورك اليوم، نتمنى لكم التوفيق ويعطيكم ألف عافية. اليوم الكادر التدريسي عم يحمل كثير يعني جهد لهدول الطلاب، هدول أمانة بالنهاية عندكم. كل الحب للجميع. شكرا. أهلا وسهلا. شكرا لحضرتك. كالعادة كل نهار سبت نحن على موعد مع المتنبئة الجوية هايدي. خلينا لهيك رشا ننتقل مباشرة لاتصال هاتفي مع المتنبئ الجوي الأستاذ حسان الجردي لنعرف كيف عم تكون أحوال الطقس. صباح الخير أستاذ. صباح الخير، سعد صباحك. هلا. إيه سعد صباحك أستاذ حسان. أول شيء كل عام وأنت بخير. يعني لاحظنا بأول أيام العيد كان في منخفض، كانت الأجواء باردة، هل بالأيام القادمة رح نرجع نشهد هي المنخفضات أم لا؟ وخبرنا بشكل عام كيف عم تكون أحوال الطقس ودرجات الحرارة بمحافظتنا السورية. شكرا عينك. بداية صباح الخير من جديد لإليك، للأخبارية السورية، لزميلتك، لأكاديمية العمل، إن شاء الله كل عام وأنت بخير. عيد الفطر السعيد. بشكل عام نحن ذكرنا سابقا أنه أيام العيد راح تكون أجواء ما بين متقلبة، أجواء راح تكون فيها فرصة هطول ببداية العيد، ما كنا نعرف إمتى أول أيام العيد. هلأ بشكل عام الطقس يعني بتغير شوي، فرصة هطول موجودة، ولكن هذا الأسبوع راح تكون الأجواء متقلبة ما بين ربيعية معتدلة إلى أجواء ربيعية راح تكون دافئة، لحتى تكون معنا نهاية هذا الأسبوع أجواء حارة نسبية، حرارات أعلى من المعدل بنهاية هذا الأسبوع اللي نحن فيه، هلأ بلشنا فيه اليوم مع بداية الأسبوع. بشكل عام هلأ الأجواء لساتها تحت تأثير امتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي عن كافة طبقات الجو. الأجواء بشكل عام غائمة جزئيا، فرصة الهطل المطري موجودة بإذن الله تعالى فوق مناطق متفرقة من البلاد، تكون مصطوبة بالعواصف الرعدية بحبات البرد، ببعض الأحيان درجات الحرارة في عليها ارتفاع بشكل تدريجي ومستمر. اليوم راح تستمر بالارتفاع حتى تكون حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل مثل هذه الفترة من السنة. الأجواء راح تكون مع بداية هذا الأسبوع أجواء ربيعية معتدلة، أجواء غائمة جزئيا، فرصة هطول عم تكون موجودة بمناطق متفرقة بتضعف فرصة الهطول اعتبارا من منتصف هذا الأسبوع من يوم الاثنين، والحرارات راح تكون حتستمر بالارتفاع حتى تكون أصبحت بمنتصف هذا الأسبوع أعلى من معدلاتها في مختلف المناطق السورية على امتداد الجغرافيا. هلأ خلال ساعات الليل بشكل عام عم تكون الأجواء مائلة للبرودة تحديدا بالمرتفعات الجبلية، ونحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية. احتمالية تشكل الضباب بشكل كبير عم يكون بالمناطق الوسطى الشمالية بالجنوبية بالقلمون بالمرتفعات الساحلية، والرياح عم تكون شمالية غربية مع هبات نشطة خاصة بالمنطقة الوسطى والشرقية، تسير الغبار بالمنطقة الشرقية والبادية السورية والبحر خفيف ارتفاع الموج. درجات الحرارة المتوقعة من العاصمة دمشق لليوم 25-12، القنيطرة 29-11، القلمون المرتفعات الجبلية 16-9، درعا 24،
13 سويداء 21 إيلات، المنطقة الوسطى حمص 24 أربعة حماس 27 13، منطقة الجزيرة محافظة العسكري 26 15، الساحل السوري 24 18، شمال حلب 26 14، إدلب 24 14، دير الزور المنطقة الشرقية 28 18، الرقة 27 16، بالبادية السورية مدينة تدمر 26 15. هذا الأسبوع مختلف تماما عن الأسبوع السابق، ببلد في أجواء ربيعية معتدلة، حرارات عم ترتفع، فرصة الهطول تستمر معنا حتى منتصف الأسبوع، بعدين بصير عندنا استقرار كامل بالنسبة للأحوال الجوية ودرجات حرارة أعلى من المعدل، بتتحول بنهاية هذا الأسبوع الأجواء من أجواء ربيعية معتدلة ببداية هذا الأسبوع إلى أجواء راح تكون حارة نسبيا نهاية الأسبوع، وحرارات عم تكون أعلى من المعدل من 3 إلى 6 درجات مئوية نهاية هذا الأسبوع أيام الأربعاء والخميس بإذن الله تعالى. الختام نشكرك كثير استاذ حسان الجردي، دائما بتوفينا بالمعلومات عن احوال الطقس، شكرا لك. اكيد شكرا لك استاذ حسان لكل المعلومات يلي ذكرتها، ودائما بنقول يا رب الخير لسوريا الحبيبه. وقبل ما نروح لنستقبل ثاني ضيوفنا لليوم خلونا نكون بفاصل وراجعين. اكيد تحياتنا لكل اهالينا بجميع المحافظات السوريه، نحن رح نروح هلا لفقره نحكي فيها عن القيم الاخلاقيه، رح نحكي فيها عن التسامح وهي المساحه الروحانيه اللي عشنا فيها بالشهر الكريم، ناس كثير عادت حسابات بحياتها وناس كثير اتصافت وتصالحت مع ارواحها وبلشت من جديد، ولكن بعض الاشخاص بعد ما ينتهي هذا الشهر ممكن هيك يصير عندهم برود ويرجعوا لحياتهم الطبيعيه اللي قبل شهر رمضان، نحن اليوم كيف قادرين نكفي بهذا خلينا نقول النظام الحياتي الجديد اللي هو متسامحين مع انفسنا ومع المحيط اللي حوالينا يا هايدي؟ صحيح يا رشا، واكيد لحتى نغرس هي القيم المهمه والصفات الحميده عندنا اكيد لازم يكون في عندنا خطوات اساسيه لحتى تكون هي القيم موجوده، مو بس بشهر رمضان، اكيد نحن تمتد معنا بكل حياتنا كرمال هذا الشيء يأثر بشكل إيجابي على أطفالنا وأكيد يأثر بشكل عام على المجتمع، وكرمال نحن اليوم ننشئ جيل سوي نفسيا واجتماعيا. رح نعرف تفصيل أكثر عن الموضوع مشاهدينا، وبسعدنا أنه يكون ضيفنا لليوم الأستاذ محمد لبابيدي الباحث في التراث. صباح الخير أستاذ. صباحك هايدي، صباحك رشا، وسعد صباح طبعا كادر هذا البرنامج والمشاهدين. أهلا وسهلا بحضر وفطر سعيد عليك وعلى عائلتك. إن شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب. مرقنا بشهر كان مساحة كتير كبيرة للناس، يعني لحتى اليوم كل حدا فينا يوقف على مرايته وياخذ الشيء الإيجابي ويخلينا نقول يتخلص ولو شيئا ما من السلبي. مع حضرتك هيك بدنا نرجع لهدول القيم المهمة اللي مرقنا فيهم خلال الشهر الكريم. طبعا احنا دائما بنقول إذا جاعت الجوارح فاضت المشاعر. دائما الانسان احنا بنقول دائما بالتنميه البشريه حتى بنقول انه الانسان هو عباره عن جسد وروح، لازم يكون في توازن بين الطرفين. طبعا لكن الماديات اذا غلبت انقتلت الروح وانقتلت مثل ما نقول المثاليات، واصبحت المثاليات شيء يعني سخيف او شيء يضحك عليه. يعني كل انسان سبحان الله بيبعد عن مثل ما بنقول المثاليات والأخلاقيات وكذا، عرف إنه هو غرقان بعالم من الماديات، واللي بيغرق بعالم من الماديات ما بيشبع. دائما الغرق بالماديات مثل الإنسان اللي بيشرب من البحر، كل ما شرب أكثر كل ما عطش أكثر. فبيجي شهر رمضان بصراحة حتى يرد يضبط هذه العلاقة، فمتلاقي الناس كلها بتصوم من الفجر وحتى المغرب، هنا سبحان الله بتلاقي الجسد جاع، وبالتالي مثل ما نقول تقوى الروحانيات، تقوى علاقة الإنسان بالسماء. ونحن أخلاقيات شهر رمضان يعني من المعيب أن نقول هي خاصة بشهر رمضان، فإذا انتهى رمضان الله موجود، رب رمضان موجود، فعلاقتنا نحن مو مع الزمن إنما علاقتنا مع رب الزمن. تمام أستاذ محمد، اليوم أكيد للأهالي في دور كتير كبير لتكريس هي المفاهيم الأخلاقية، شو فينا نخبرهم اليوم لحتى ينموا هي القيم لحتى يغرسوها اليوم عند أطفالهم من عمر صغير؟ يعني أنا برأيي كرسوها بأنفسهم لحالة تتكرس بالأطفال. يعني الطفل سبحان الله ما بيسمع الكلام مثل ما بيشوف الأفعال. يعني إذا قلنا له للطفل لا تكذب ونحن عم نكذب قدامه صبح ومساء، إذا قلنا له عطي ونحن عم نبخل على بعضنا على أخي وإختي، فأكيد هو حيتعلم بالأفعال. اليوم دائما وقل اعملوا، يعني شو معنى تعملوا؟ يعني خففوا حكي
وكتروا عمل. دائما الانسان نتيجه نقص الاعمال بيحكي كثير، لاحظت كيف؟ فدائما احنا بنقول دع اعمالك تتكلم عنك. فالطفل وبشوف مثلا الاسره متماسكه، الاسره اخلاقيه، الاسره متحابه، هو اوتوماتيكيا حيطلع من هذا النوع. يعني الانسان دائما ابن بيئته، صح. لاحظت كيف؟ فانت لا اشتغل صح، ارجي ابنك اخلاقيات الصح، ارجي بنتك الاخلاقيات الصح. مو شرط نكون مثاليين، هو احنا دائما احنا نسعى للمثاليه. احنا لا مثلا كنت عم تحكوا قبل شوي عن الدراسه والشهادات، اكيد احنا ما بنقول للطالب يعني اطلع شحط ماشي الحال، احنا شو بنقول له؟ صوت العلامه التامه، مشان يعني اذا اجاب اقل بعلامه او علامتين. فنحن دائما احنا بنسعى للمثاليات لانه احنا ما حنحصلها، يعني ان لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، هي القاعده تبعنا. فنحن دائما نسعى الى الاعمال، الى الاعمال في المنزل، الى الاعمال في المدرسه، الى الاعمال في الاعلام. وقت انت بتشوف مثلا بالمدرسه الاستاذ والمدير والكادر، وبتشوف بالاعلام مثلا التوجيه يعني عن طريق المسلسلات، عن طريق مثلا الاغاني، عن طريق كذا. انت بتعرفي انت وضع البلد او وضع الامه، او شوفي ابدا دائما مسلسلاته واغاني، صحيح، تعرفي وضع هذا المجتمع بصير ترند. يعني اليوم نحن نتاثر، يعني وهذا مرقنا بالشهر الكريم بعده اعمال دراميه اثرت بالشارع السوري بشكل كثير كبير، بغض النظر عن نجاحها او فشل هي الاعمال الدراميه. نحن عم نحكي عن التاثر، وقت اللي عم نقول نحن قيم واخلاق عم نحكي عن تشاركيه، خلينا نقول مثلث بين الاهل، الفرد، والكادر التدريسي ايضا. يوم هذا الشخص او الطفل لحتى نقدر ناسسه صح ويعرف شو يعني قيم رمضانيه ويستمر بهي القصه، مفروض نحن يكون في تشبيك بين هدول الثلاث جهات. قد ايه اليوم مهم دور الكادر التدريسي، المدرسه، الكادر التاهيلي والنفسي؟ طبعا نحن يعني حتى نحن من ناحيه التعليم بنسميها وزاره التربيه، التربيه، فالتربيه قبل التعليم. نعم. لانه اذا كان ما في تربيه واجى تعليم بيكون العلم له اثر معاكس، له اثر ضار. فالتربيه هي الاساس، والتربيه مثل ما قلنا وقت بيشوف الانسان الكادر التدريسي ذو خلق، يعني مثلا الاستاذ والله انت لك عشرته في سنه ما سمعت منه كلمه يعني سيئه، ما سمعت منه مثلا نكته او كذا يعني فيها مثلا انحراف او فيها مخله بالاداب، فانت اجمالا تتاثر. ومثل ما قالت طبعا رشا انه الانسان يتاثر بما يرى، يتاثر بما يسمع. لذلك حتى مثلا انا وقت بشوف الاستاذ وبشوف اليته، كثير الناس مثلا تعجب بالاستاذ فبتقلده، بتصير اوتوماتيكيا بيقلد حركاته، تعجبي بممثل مثلا بتصيري بدك تلبسي مثله، بدك تحكي مثله. لذلك في قرار كثير حلو مثلا بفترة سابقة انه مثلا منعوا التدخين في المسلسلات، هي كانت كثير شغلة رائعة لانه الانسان فعلا بيتأثر. وقت انا بعجب بممثل يعني وهو البطل وكذا وعم شوف السيجارة، اجمالا هذا الطفل وهذا الشاب بده ياخذ هذه الشخصية، فاقتنت بباله بالسيجارة، اقتنت بباله مثلا بمثل. وقت انا بخلي التفاهة هي النجومية، انه هذا الشاب اللي هو ضايع وهالبنات وهالكذا هو النجم، معناتها انا بدي يصير مثل حكايته، اول ما اروح على المدرسة بروح على مدرسة البنات، لاحظت كيف؟ فأنا بصراحة صارت هاي البيئة تبعنا. وللأسف كتير بتشوفي مسلسلات يعني عم تنعرض بشهر رمضان وكأنه مطالعك من هذه الروحانيات. صحيح. نحن طبعا دائما نسعى لتكريس الأخلاقيات. أنا بقول دائما اللي عم تشوفه على الشاشة حتشوفه بالواقع. فإذا بتشوف مثلا عنتريات وأنا ما عم بتقيد بالقانون وأنا بأخذ حقي بإيدي، فبتشوفها بعدين بالحارة عندك، لاحظت كيف؟ أكبر دليل يعني معظم الشارع السوري عم يصفر هاي الفترة، يعني اليوم متأثرين بشخصية مرقت بالدراما السورية خلال الشهر الكريم، يعني أنا شفتهم يعني صفير بالشارع مع الاسم يعني. فاليوم تأثر كثير بهي المراية، المفروض يصير في تصحيح لإلها يعني. تماما، هو المشكلة مثل ما قلت لك يعني رشا، إنه وقت أنا بكون هدفي المادة ما عاد يهم الأخلاقيات. يعني أنا وقت بدي طالع مسلسل بدي أنشره مشان المادة، مشان أنا منتج بدي أربح، فأنا ما عاد بيهمني الأخلاقيات، بصور الشغلات اللي غير لائقة، بحكي الشغلات الغير لائقة، بسخرها بالمجتمع. والله مثل مثلا بحد المسلسلات صاروا يعلموا فن التلطيش، يعني إنه عرفت يحطوا يعلموا يعني سبحان الله، بدك تلاقيها بالواقع. صح. لذلك نحن عليكم انتم كاعلام الله يعطيكم الف عافيه دور كبير بترسيخ المفاهيم. نحن ما بنقاس، يعني هن يصطفلوا وهن يشتغلوا ونحن بنشتغل، ودائما بنعرض امام المواطن امام المشاهد المقياسين، لاحظت كيف؟ فالشيء السيء هو اللي بيرشدك على الشيء
الحسن. ودائما الناس بتلجأ بالنهاية بعد ما تجرب السيء بدها تبحث عن الحسن. المفروض اليوم يعني انه الكادر التدريسي يكون عنده مسؤولية اكبر. بالرجوع للسؤال لحضرتك انه اليوم جدا مهم اليوم التشبيك لحدا ينتبه للطفل هذا يعني كان بالمدرسة او بالبيت. طبعا يعني انا مثلا بعض شفتي مثلا ببعض المدارس للأسف عم يرددوا الاغاني المسيئة، الأغاني اللي الهابطة، عرفت علي كيف؟ لأنه كتير انسمعت وكتير انطرقت. فهون بيجي دور الموجه، يعني بيحطوا بالمدرسة يسمى موجه. شو معنى موجه؟ موجه تربوي، موجه نفسي. يعني أنا بصراحة أقول لك أنه هذا الكلام غير لائق، هذا الكلام غير مناسب. يعني بتشوفي مثلا أنت أحيانا بتلاقي طالعين من المدرسة، كنا من زمان يعني نطلع من المدرسة تشوفي سبحان الله الرتابة والأناقة والهدوء، لك هلا عم يطلعوا عم يتقاتلوا برا، يعني صريخ وعياط كأنه طالعين شو بدي لك، كانوا بسجن وطالعين. فنحن هون دور المدرسة، المدرسة مو بس بالمدرسة، المدرسة بتشوفي الموجه عم يتابع دائما الصفوف، عم يتابع الطلاب، عم يتابع الناس، في اجتماع أولياء أمور، لاحظتي كيف في تواصل. هلا بالعكس نستثمر نحن وسائل التواصل الاجتماعي مشان يكون في تواصل بين المدرسة وبين الأسرة، لأنه هذا الطفل نبتة هو حيمثل مستقبل البلد، فإذا ما اعتنيت فيه أنا معتقنا بشكل عام ما اعتني بالبلد. ويمكن أستاذ خلينا نكون واقعيين، إحنا اليوم ما بنقدر نمنع الأطفال من متابعة هي الأعمال، ولكن يمكن اليوم لازم مثل ما ذكرت حضرتك لازم يكون في وعي وانتباه إن كان من الأهالي أو المدرسين، توضيح أكثر شو عم بيصير. خلينا ننتقل لنقطة ثانية واللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا اليوم عايشين بعصر من التطور، بعصر من التكنولوجيا. اليوم بتلاقي الأطفال بعمر كتير صغير كل واحد فيهم ماسك تليفونه، دايما على الفيسبوك، دايما يعني عندهم صفحاتهم عم ينشروا أي شيء، عم يتابعوا، بتحسهم هنهم منفتحين على كتير أمور. قدي اليوم في آثار سلبية لهذا الموضوع، ونحن كيف بنقدر نخفف من هاي المشاكل؟ هلأ أنا عملت محاضرة برمضان على صناعة المحتوى. يعني هلأ مثلا بتلاقي كتير المحتويات الهابطة هي اللي عم تصير ترند. يعني اطلعي احكي لك كلمتين غلط أو اعملي حركة غلط بتصير ترند، لكن انت شو قدتي بالمجتمع؟ مثل الأغنية اللي بتطلع مثلا وبتهبط تاني يوم، لاحظتي كيف؟ بينما الأغاني اللي إلى معنى وإلى ثقافة وإلى كذا عايشة عشرات السنين. لذلك إحنا دائما بدنا نقول للطفل، الطفل بيفهم على فكرة وبيحب الحوار، لا تربيه عن طريقة القمع ولا تربيه عن طريقة الترعيب والترهيب. حاوره وقل له هذا المحتوى لوين بيوصل ولوين بيأدي وليش هن عملوا هذا المحتوى. لاحظت كيف؟ احيانا مثلا المصيبه انه بيكون مثلا ترند على مثلا وسائل التواصل الاجتماعي بيطلع بيحكي كلام غير لائق، فصار عادي انه نحكى كلام غير لائق. انتبهت عليه؟ انه نسب نحن على وسائل التواصل الاجتماعي وانا ترند بسب وبشتم، معناتها بصير السب والشتم عادي. الناس بتحبه. لاحظت كيف؟ ايه طبعا. لذلك نحن بدنا ننبه انه انت قبل في امانه، في أمانة. أنا بيهمني إذا بقدم أنا محاضرة ويكون عندي متابعين بالمئات أفضل ما أقدم شيء سخيف ويكون عندي متابعين بالآلاف، لأنه كل ذلك كان عنه مسؤولة. يعني هذا المحتوى اللي أنت عم تحطه على الفيس وعم تحطه على اليوتيوب وعم تحطه على كذا أنت مسؤول عنه، المادة ما بتتم. يعني ياما ناس كانت فوق صارت تحت، لاحظت كيف؟ لكن المحتوى شو الرسالة، شو البصمة اللي عملتها؟ لاحظت نحن نكتب ما قدموا وآثارهم. يعني أنت مثلا عارف أنه أنت لك أثر هذا المحتوى اللي عم تقدمه، يعني لك الدنيا مو كلها مصاري، عرفت علي كيف؟ هذا المحتوى اللي عم تقدمه شو عم يساعد المجتمع؟ بكرة ابنك بيعاملك نفس الشيء، ها؟ انتبهت علي كيف؟ وقت أنا بقدم محتوى قاسي، محتوى سيء، ابني حيتابعني وحيطبقوا علي، انتبهت علي كيف؟ لذلك نحن دائما يعني اسعى لزرع الأخلاقيات لأنه بالأخير حتعامل بها. وبالنهاية هذا الطفل هو مراية أهله مثل ما منقول، بيكبر وكيف ما ربوا أهله هو حيعطي هذا المجتمع. وكونه اليوم عم نحكي عن مجتمع وعم نحكي عن قيم أخلاقية وطقوس عشناها بالشهر الكريم، خلينا نروح لمفهوم التسامح وأهميته والاستمرار فيه. طبعا نحن من باب التسامح، هي التسامح بالأساس من شأنك. يعني أنت بدك تسامحي فلان، بتشوف تقول مثلا سامحية، بتقول لك لا والله ما بسامحها، ما بسامح. لك سامحية كذبت، لك والله الفز على صلاة الصبح مو مشان تصلي مشان تدعي عليها. انتبهت علي كيف؟ يعني برمضان بيستنوا مشان مو يدعوا مثلا إلهم، بيدعوا على فلان، بيدعوا على فلان لحتى اليوم الاسم الكامل. وبتقول الأمانة أعطيني اسم أمه مشان الدعاء يكون مستجاب أكثر. يعني فنحن بصراحة بنقول دائما أنت التسامح من شأنك مو من شأن الشخص اللي متسامحه، لأنه أثمن ما يملك الإنسان هو الطاقة.
الطاقة اللي احنا بنعرف انه بالانسان في عندنا 7 شكرات طاقية، هذه الشكرات الطاقية هي حياتك، هي نفسيتك، هي صحتك وعافيتك. هذه الشكرات طبعا اذا كان في غل، في حقد، في اسى، في حزن، في الم، في مثل ما بنقول عنف، في كذا، هذه الشكرات بتفضى وممكن تنقلب سلبيا، فبتلاقي سبحان الله نتيجة هذا الحقد ونتيجة هذا الالم صار في وجع كلاوي، صار في تضيق شرايين، صار في عدم انتظام بضربات القلب، صار في سكري، لاحظت كيف؟ فأنا وقت بقول لك سامح، سامح، أول شيء في محاسب، لا تحاسب أنت، يعني مثل ما احنا بنقول دائما يعني يلي أخذ لك خبالك. صحيح. مثل ما الإمام علي عليه السلام رضي الله عنه قال أنه يعني يعني حمد الله أنه هو المظلوم، أمره ليش؟ قال له المهم أكون أنا الظالم. لاحظتي كيف؟ فأحيانا أنك إذا اخترت بين تكون ظالم ومظلوم، لا كون مظلوم، انتبهت علي كيف؟ فنحن بصراحة بنسامح حتى تكون طاقتنا سليمة. الإنسان اللي بيسامح بتلاقيه يعني بصير عمره 70 سنة وهو بعمر 20، وهي المكيودة والحقودة والكذا بتلاقي عمره 20 بس عمره بتلاقي كسمك قسم 40، لأنه الخلايا هرمت. لاحظت كيف؟ نتيجة هذا الشحن. فنحن دائما بنقول لا سامح. حلوة المعلومة يا استاذ جدا، لو انه حتى هذا الشيء اللي بداخلنا بيأثر على مظهرنا طبعا وعلى صغارنا. طبعا انا بتيجي لعندي على المركز الاستشاري يعني صبايا مثلا بعمر 16 سنة خلاياها بعمر 40، انتبهت علي كيف؟ والعكس صحيح. وبتيجي واحدة مثلا ما شاء الله بال60 لكن بتلاقيها فتية نقية. لذلك التسامح قوة. أكيد. ان تعفو عمن ظلمك قوة. لاحظت هلا هو الافضل انه ما تخلي حدا يظلمك، لكن ان حدث انه يكون في عفو وتسامح. شو مبعث العفو والتسامح؟ انه مو انت اللي محاسب، يعني وقت انت مثلا بدك تحاسب وتاخذ مثل ما نقول كل شيء بايدك وكذا، رب العالمين بيتركك لحالك، اما وقت بتسلم الامر لله سبحان الله بيكون حقك اقوى. بس احيانا يمكن نحن المجتمع كل حدا له تفكيره الخاص وله منطلقه الخاص بالحياه، بس تعقيبا على جواب حضرتك، بعض الاشخاص بفكروا هي القصه ضعف. صحيح. يعني ما بيقلبوا انه انا متسامح متصالح مع نفسي، مآمن بربي واليوم بقدري، ممكن يشعروا انك انت حدا ضعيف ويتمادوا معك. فلهيك ممكن يكون بعض العقاب هو ضروري ببعض الاوقات. احنا استاذي دائما نقول شو قلت انا ببدايتي، الافضل انه ما تخلي حدا يظلمك. حلو الانسان يكون قوي وحلو يكون انسان يعني متمكن، لكن انا عم اقول ان حدثت هذه الحاله، ان حدثت هذه الحاله مو تضوج وتكون المشكله صغيره بتسويها هيك. يا ما ناس مثلا من وراء هاي الفكره انه اخي انا ما حدا بيقرب علي وكذا، كانت مشكله صغيره علقت مشكله كبيره. يعني مثلا انا وقت كنت صغير يعني علقت بخناقه صغيره، اجوني هذول رفقاتي قال خافوا علي وانا باري، علقوني بمشكله اكبر، ضربوا الولد، رحنا صرنا علقنا بعلقه افظع من الثاني، لك لخفوا لو فكيتنا كان احسن، صرنا نلف الموضوع يعني تاع علي وخلصني ولا تيجي معي وتشربكني. فدائما هي العنتريات وهي يعني كنا نشوفها وتجمع والشبريه والكذا، لك هي كلياتها افكار سلبيه. لحن انت في عندك قانون، انت في عند انت عايش ببلد، مالك عايش بغابه، اذا لك حق تطلبه عن طريق القانون. لاحظت كيف؟ والقانون قوه. وبنرد بقول لك انه الافضل، الافضل انه ما تخلي حدا يظلمك، يعني لا تظهر كمان انت ضعيف، لا تعطي طاقه ضعف، لا تعطي مسكنه ضربت عليهم الذله والمسكنه، اعطي قوه. ولكن ان حدثت مثلا وتعرضت لمثلا ظلم، يعني لا تقوم الدنيا وتحطها، انتبهت علي كيف؟ يعني سبحان الله بيجوز يعني الله كتب انه تاخذ حسنات هذا الانسان مثلا، يعني لاحظت كيف؟ ودائما شو بيقول مثلا يعني انت صلح خاسر خير من قضية رابحة. تمام. أستاذ محمد خلينا نوضح كمان شو هي الأخطاء الشائعة أو الأخطاء التربوية اللي بتلاحظها اليوم موجودة بزرع هاي القيم الحميدة اليوم عند أطفالنا؟ والله أول شيء العنتريات اللي هلا كثير للأسف المسلسلات الشامية بصراحة رسختها في المجتمع. هي العنتريات والبوجأة تمام والعياط والصريخ وكذا، هذا أشياء سيئة. القوة هي القوة الفكرية. القوة بالعلم، القوة بالمنطق، القوة بالحكمة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حلو تكون قوي تعلم، حلو تكون قوي خذ حكمة، حلو تكون قوي اعتمد على نفسك وعلى دراعك بالعمل وبالإنتاج وبالعطاء.
لاحظت كيف؟ مو بالعدوان ولا بالخناق ولا بالضرب ولا بالقتل ولا بالبوجة مثل ما نقول والعياط والصريخ، بالعكس العياط والصريخ بيعطي ضعف. فهي أول شيء، هاي القيم بدنا نقيمها. ثاني شيء قيمة اهتمام بالوقت، يعني أنا وقت بشوف فيلم والله مدته ساعتين مشان عم نشوف شلون هاد بده يحب هي، وهي كيف بدها توقع مرت زوج فلانة، عرفت؟ أنا سبحان الله عم بطلع هيك لكل المسلسلات صارت يا خيانة يا عنف يا كذا، يعني هذه القيم صراحة عم ترسخوها مشان شو؟ مشان بيقول لك أخي هذا الواقع، لك حتى لو كان واقع أنت بتمثله بصير عم ترسخه. يعني أنت مثلا في عندنا صفحات بيضاء اللي هن الأطفال لك لا توسخها. صحيح. تبهت علي كيف؟ دائما أنت انشور السلام، انشور النور بيروح الظلام. أكيد، وهي الفترة جدا مطلوب الحذر بكل ما يعطى للأطفال، إن كان عبر التواصل الاجتماعي أو عبر المنصات أو حتى على المنصات الإعلامية. شكرا لحضورك اليوم، يومك حلو وهيك إن شاء الله كل أيامك خير وتسامح. شكرا رشا، شكرا هايدي، إن شاء الله كل عام وتبقى ألف خير، وإن شاء الله يا رب دائما اجتماعاتنا القادمة إن شاء الله بأعياد نصرنا بإذن الله. شكرا لك أستاذ محمد لببيدي، وأكيد أهلا وسهلا فيك نورتنا. شكرا. كاملين بمشوارنا الصباح رشا، وأكيد مشاهدينا خلونا نطلع مباشرة لآخر فاصل بصباحنا غير لليوم ونرجع. أكيد وصلنا معكم مشاهدينا لختام مشوارنا الصباحي، وكل منعرف قديش العين حساسة وبحاجة أكيد دائما للعناية والاهتمام منا، ولكن مع التغيرات الموسمية منلاحظ تكتر المشاكل والأمراض والالتهابات يلي ممكن تصيب العين، ومن هي الأمراض يلي ممكن نحكي عنها اليوم التهاب الملتحمة التحسسي. ولكن اليوم إحنا ما منعرف نفرق إن كان هيدا الشيء تحسسي أو فيروسي، لأنه اليوم يمكن الأعراض رشا بتكون حكة أحمر، فلازم كان دائما اي عارض او اي مشكله نتوجه دائما للطبيب. اكيد اليوم ضمن فقرتنا اليوم نحن رح نضوي عن هاي الفروقات بين الحالتين، كيف الشخص قادر يفرق بالحاله اللي عم بيعاني منها، شو هي اهم الاعراض واسبابها، ايضا يعني اسباب الحالتين وطرق العلاج واهم النصائح الوقائيه لليوم. معلومات جدا مهمه حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور احمد مصلي الاخصائي بامراض العين وجراحتها. يسعد صباحك يا حكيم. يا صباح الخير وكل عام وانتم بخير. بخير يا رب. اهلا وسهلا فيك دكتور. نحكي عن موضوع كثير مهم وشائع يمكن تحديدا بخلال هيدا الوقت من كل سنه، خلينا نوضح عن التهاب الملتحمه التحسسي، نحن شو نقصد اليوم فيه بشكل طبي؟ طبعا نحن لازم نعرف شو هي الملتحمه، لانه لما بنحكي التهاب ملتحمه تحسسي بالنسبه للشخص العادي يعني بيعتبر انه شو هذا الملتحمه؟ هو القسم الشفاف الخارجي اللي بيحيط العين، يعني هو القسم الشفاف اللي بيغلف العين، هو يعني ما له جزء من العين اللي بتشوف كذا بقدر ما هو من الملحقات، يعني جزء بيغطي العين. فهو اول جزء بيتعرض للعوامل الخارجيه، نحن فاتحين الاجفان وبالتالي مثله مثل الانف، مثل البلعوم، مثل الحلق، بيتعرض للهواء، بيتعرض للشيء اللي بيحمله الهواء، بيتعرض للروائح. هاي الملتحمة فيها أوعية كتير وظيفتها حماية العين. فهذا الجزء الشفاف الخارجي اللي بيحيط العين، اللي بيحيط القسم الأبيض اللي بنشوفه من العين اللي فيه أوعية ناعمة دقيقة، لما بيتعرض لأي تخريش سواء التهاب تحسسي أو فيروسي، النتيجة أنه بصير لونه أحمر، فالناس حافظة أنه عيني محمرة، يعني صحيح محمرة من حدا أو كذا، هي عيني محمرة من الجو يعني بتكون يعني هذا المصطلح بنستخدمه طبيا واجتماعيا، لانه لما بينفعل الواحد فنفس الشيء بتحتقن الاوعية فبتحمر عينه من موضوع معين. طيب خلينا نتوسع اكثر بالاعراض حكيم اليوم، كيف الشخص، شو هي اهم الاعراض اللي بتظهر على العين غير احمرار العين المجتمعي والصحي؟ نعم معك حق. هلا الصحي مبدئيا الاعراض الحساسيه يعني بتتدرج من شغلات كثير بسيطه خفيفه وبيكمل شلال التحسس، هيك كل ما زاد وكان قوي اكثر كل ما وصلنا لحالات شديده وحاده وممكن تكون بصراحه بتؤدي لنتائج ما كويسه بنوب اذا ما تعالجت منيح. فالحالات الخفيفه هي الحاله اللي بتكون فيها ممكن حس الحرقه، يعني الحرقة ما بحس فيها في حرارة جوات العين، أو حس الحكة وهو الأشيع، الدماع لما العين تدمع يعني بصير في دماع يعني، وعنا موضوع الإحمرار اللي حكينا فيه. هدول الحالات الخفيفة الأربعة. هلأ أحيانا بيجي المريض عم يشكي من الأربعة، وأحيانا بيجي عم يشكي من واحدة منهم،
او تنتين يعني حرقه وحكه ودمع. نحن متعودين دائما واحد من هدول الاربعه هي حاله خفيفه. لما بينتقل المريض لحالة أشد هي حالة اللي بيصير فيها شوية مفرزات. نعم. مفرزات هي صفة كمان عرض مهم، بيكون في مفرزات لونها أبيض مخاطي بصراحة، ما لها بهالاصفرار الشديد مثل التهابات الجرثومية. بفيق الصبح بيكون ملزعة تقريبا العينتين طبعا، وبيكون في عنده مع المفرزات تلزيق شوي بالعين. فهالحالة هي اللي عم نحكي عليها هي وجود المفرزات، صرنا بمرحلة شوي متقدمة أو متوسطة خلينا نحكي. في عنا حالات أقوى من هيك بكتير، بيكون بقى صار في عندي أوعية عم تغزو القسم الشفاف الأمامي اللي هو القرنية، بيكون في لويحات هيك صارت مثل بقى عبيض صغير على أطراف البوبو الأسود. هي الحالة الشديدة اللي ممكن نحكي عنها بعد شوي اللي هي مثل الرمد الربيعي مثلا. نعم. تمام دكتور، خلينا نحكي عن موضوع التشخيص اليوم، التهاب الملتحمة التحسسي او ان كان الفيروسي نتيجة عدوى معينة، كيف ممكن اليوم نحن نفرق بيناتهم؟ شو هي الاعراض اللي ممكن ترافق كلا الموضوع؟ هلا معك حق كثير، هذا موضوع لانه كثير بيلتبسوا مع بعض ولو علاجهم قريب، لكن لازم نقدر نحن نميز. ليش؟ لانه التهاب التحسسي درجة الاولى غير معدي، هو شيء له علاقة بطبيعة الجسم والتربة التحسسية تبع الشخص، فهو ما بيعدي. يعني بإمكانك تختلطي مع الشخص اللي عنده التهاب تحسسي دون ما تخافي أنه مثلا تنتقل إليك المشكلة يعني. لكن عكس الالتهاب الفيروسي، الالتهاب الفيروسي مسؤول عنه فيروس اسمه الأدينوفيروس غالبا، والأدينوفيروس هذا يعني بصراحة كتير فريندلي، يعني بيحب ينط من شخص لشخص لشخص وبينتشر. مشان هيك في جزء منه بنسميه التهاب الملتحمة والقرنية الوبائي. يعني مثلا أيام المدرسة لما بيبلش الالتهاب الفيروسي الأطفال ما بيعرفوا أنه ما يلعبوا مع بعض ما كذا، بتلاقي مباشرة الصف نصه صفة بقى تماما عدوى. كيف بنفرق بين الاثنين؟ بشغلة يعني أول شغلة بسيطة جدا تماما خلاف عن شدة الأعراض وهيك، انه عاده الالتهاب الفيروسي ببلش بعين واحده يمسيب عين وبعد فتره بتنصاب عين ثانيه بدرجه اخف. فعمليا عندك اصابه شديده واضحه بعين واحده حمراء عم تدمع، مفرزات كثير، اعراض صارخه، وممكن تترافق مع شغلات ثانيه بتساوي دفنه للتشخيص. يعني بصير اكيد انه هذا التهاب فيروسي، منها ضخامه العقد اللمفاويه، بصير في هيك مثل وجع هون عند الفك او تحت الفك او قدام الاذن، هدول العقاد الموجوده بسبب انه الانتان فيروسي بيساوي هالمشكله. اما الالتهاب التحسس عاده بصيب التنتين، يعني بتلاقي العينتين نفس الشده نفس الاصابه، ما بتجي عين اقوى من عين، لانه عمليا الشخص بالعينتين بيتعرض للمؤرجات الخارجيه وبالعينتين بيساوي نفس رد الفعل، لانه هو نفس الشخص ونفس الشلال التحسسي عنده. طيب بعد ما فرقنا حكيم فرقنا بين الحالتين، اليوم هل ايضا في فروقات بين الاسباب؟ خلينا نتوسع اكثر بالاسباب اللي ممكن تؤدي لهي الحالات. تماما. هلا طبعا التربه التحسسيه، يعني انا بتحسس من هدول المواد، انت بتتحسسي من مواد ثانيه، كل شخص بتحسس من شيء معين بتعرض له بتلاقي مباشره متعود هو. مثلا في ناس مثلا بتتعرض لغبار الطلع، الجو، الغبره بنسميها يعني احيانا، في ناس بتتعرض لبعض البهارات بتعرف حالها انه بتلاقي فورا العيون بتبلش تشر وهيك، في ناس بعض انواع الاكل مواد كيماويه التخريج، بتسمع كثير انه بتلاقي شخص عم يشطف بوحده عم تشطف بهالكلور مو فارقه مع ما صار مع شيء، بتجيكي وحده بتحط نقطه صغيره هيك بتلاقي هيك عيونها ورموا اشفانها صافي عندها تورم بالاشفان وابدا منظر يعني كثير رائع، يعني بسبب بس انه عندها تربه تحسسيه جاهزه لانه ترتكس على هي الماده الكيماويه او حبوب الطلع او الطبخه المعينه او البخار المعين. يعني هذا شيء كثير دارج ووارد عندنا بالهي. بينما الانتان الفيروسي يعني غالبا هو حتما اصابه، يعني بده يكون شخص صادقي بينتقل من شخص لشخص من ناس لناس. يعني كونه هو نفس الفيروس بيساوي الجريب بصراحه، موضوع العطس العطاس، يعني بيجي شخص مثلا ببلش مع جريب بيعطس بوسط مغلق، باص بسيرفيس بصف، فعمليا هالرزاز بيطلع محمل بهالفيروس
ممكن يفوت بعين اي شخص ويتفاجئ بعد يوم او اثنين او ثلاثه ما بتذكر انه والله كان لانه فورا ببلش بده بياخذ له كم يوم. التهاب الفيروس اكثر شيء بدايق فيه يعني من الاعراض المهمه بتلاقي بلش الدمع بعين واحده مثل ما حكينا، بعد شوي بيقول لك حاسس مثل حبه رمل بالجفن الفوقاني، يعني اغلب اللي بيجوا بيراجعونا انه في شيء فات بعيني، بيقول لك في شيء فات بعيني. لما بنفحص الاعراض بنقلب الجفن بنعرف ما في شيء، بنشوف الارتكاس بنعرف انه هذا صفى التهاب فيروسي، لانه هي يعني العلامه تبع في شيء فات بعيني موجوده بالتحسس الفيروسي، لكن بالفيروسي بشكل اشد لانه بتبقى الارتكاس لجسم هاجم على العين اقوى بكثير ما يكون مجرد شلال تحسسي. تمام، طب خلينا نحكي عن نقطه شائعه كثير اللي هي فرك العيون او حك العيون. دائما خلال الربيع او الصيف بتكثر هي الحركه، وخصوصا اذا فينا نقول عند اطفالنا بيكون هي الحكه بتستمر يمكن لساعات وكثير بتكون مزعجه، وخصوصا احنا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بنشوف في كثير تحذيرات عن الموضوع وفي كثير يمكن اثار سلبيه. خلينا نوضح دكتور. هلا لا يعني بصراحه في شويه تهويل للموضوع، يعني هو رد الفعل الطبيعي، اي حدا بتحكه عينه بده يحكه. يعني شعرتي انه عينك والله فيها شيء بتفركيها، حسيتي في حرقه بتفركيها، يعني هذا رد الفعل الطبيعي. المشكله لما بيكون الموضوع يعني نحن بدنا نحدد بالضبط التحذيرات، هاي مشكله النت لما بيعطينا معلومات بيعطينا معلومات ان جنرال، يعني نحن وكل واحد فسرها كيفه. صحيح. وكل واحد بحس انه والله انه هاي المعلومه لازم ما خلي الولد يحك عينه، بتلاقي الطفل صغير لسه ما حكت عينه بتركض امه لا تحك عينه، قال هيك بكمك او بكمك او بكوعك او انت انا بحك لك او كميش محرم يحك لك. طيب هلا التهاب الفيروس الفيروسي اوكي، اذا كان شخص كبير بده يحاول ما يحك عينه لانه الطريقه الاشياء غير العطاس، اذا ما كان حدا معه اصابه بالعوم انه معي التهاب فيروسي حكيت عيني سلمت عليكي حكيتي عينك ويلكم تو ذا اهلا وسهلا بمرض الالتهاب الفيروسي للملتحمه. هذا اللي بيصير بصراحه بشكل شائع عن طريق المصافحه، عن طريق السلام، عن طريق حك العين. انا بحك عيني بسلم عليك بتحكي عينك انتقل الموضوع. اوكي هذا مو اللي بيحكوا عليه على النت والفيس وكذا وهيك، يعني الشيء اللي بيحكوا عليه هو مرضى الرمد الربيعي عاده هو التهاب ملتحمه تحسسي مزمن وشديد، يعني حاله قويه كثير، كل هجمه بتجي بتعد لشهر ولدرجه انه بتبقى في حكه شديده ومو قدران يفتح عيونه من ورم الاجفان. لما بيكون في حاله شديده بيكون في ورم بالاجفان وبتحسي كانه في حب رمل بالجفنين بشكل كثير كبير ومالك، وغالبا اطفال هنا يعني دائما الرمد الربيعي اصابه اطفال، بس يكبر بعد سن البلوغ بصير اسمه التهاب فصلي تحسسي، شغله اخف من الرمد الربيعي، بس عند الاطفال بتكون اعراض كثير صارخه. اذا بيقعد طول عمره يفرك عيونه، هاي النقطة اللي بدي اشير عليها، في لقوا في علاقة بين فرك العين وتطور مرض بالقرنية اسمه القرنية المخروطية. انت عم القرنية هي عبارة عن القسم الشفاف اللي بينقل الرؤية لجوات العين، اللي بينتقل من على حواف البؤبؤ اللي بنسميه نحن البؤبؤ بصير ملتحمة، يعني هو بيكون قرنية بالأمام، هو القسم الشفاف اللي بنشوف نحن من وراء اللون تبع القزحية، العيون البني والعيون الخضر والعيون فبيجي بعده الملتحمه، هي بتكون هي موصوله من هالدائره تبعه وبتكمل فوق البياض. هلا هذا القسم الشفاف الياف كولاجين، اذا ضل الطفل عم يفرك كثير في احتمال تصير رقيقه وتتطور عنا هي حاله القرنيه المخروطيه. هي الحاله بس اللي ممكن نكون خايفين موضوع فرك العين، وهي حاله قليله وحصرا بالناس اللي عندهم هالالتهاب التحسس المزمن، ما في داعي نخاف اذا الطفل معه تحسس حك عينه، هذا شيء طبيعي لانه حيطيب بعد اسبوع ماكسيمم وهذا ما بيأثر ابدا. الفيروسي هو بس موضوع العدوى. اكيد دكتور اليوم معلومات جدا مهمه ذكرتها حضرتك، ودائما بنقول بالصحه والسلامه لجميع الناس، وبعض الحذر والوقاية افضل ما نروح برحله أكيد. علاج طويله. شكرا لحضورك اليوم ويومك حلو. خليلي اياك شكرا أكيد. جزيلا شكرا لكم. اهلا وسهلا بالختام دكتور احمد موصلي اختصاصي بامراض العين وجراحتها، اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا شكرا. لهون وصلنا لنهاية صباحنا لليوم، شكرا لك يا هادي، وأكيد شكرا لكل الكادر الفني اللي رافقنا اليوم بصباحنا لليوم. يومكم حلو، لكل حدا رافقنا ب
بنتمنى لكم هيك الرزقة الكريمة، جبران الخاطر، ودائما الناس اللي تخاف علينا وبتحبنا بحياتنا يبقوا موجودين. كونوا بخير، باي باي. وأكيد كمان ما بدنا ننسى نشكر كل المتابعين اللي تابعونا اليوم بصباحنا غير، وبقية نهار حلو لكم مشاهدينا. تابعونا بكرة مثل العادة بنفس التوقيت، ومن هلأ لبكرة تبقوا بخير، باي باي.